في كل مرة يحقق الجيش الوطني والمقاومة تقدما في تعز ويصبح على مشارف تحرير كامل المحافظة، تتوقف تلك الانتصارات عند عتبة عدم توفر الدعم الكافي لاستكمال مسيرة التقدم وحسم المعركة في محافظة أنهكتها الحرب على مدى أكثر من عام ونصف. بعدها تعود ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تعزز قواتها كل مرة بأقوى مما كانت عليه لتستعيد كثيرا من المواقع التي فقدتها وتتوغل في مناطق جديدة، وهكذا لأكثر من مرة. في هذه المرة أعلنت قادة الجيش والمقاومة استعادت معظم المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا وفتح معظم منافذ المحافظة التي كانت تغلقها الميليشيا في وجه أبناء المدينة، وهذا يشير للوهلة الأولى إلى أن ذرائع بقاء تعز خارج مخططات التحرير والإغاثة حتى الآن قد سقطت بانتظار ماذا بعد. في ملف الإغاثة الذي بقي مغلقا بإغلاق منافذ الوصول إلى تعز، يتوقع المواطنون المحاصرون هنا تحركا جديا لإدخال مواد الإغاثة والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المدينة لتضميد جراحها ومعالجة ما خلفته الحرب الطويلة والمنهكة. متوالية الانتصار والتراجع التي تعيشها تعز منذ عام ونصف خلفت دمارا واسعا في المدينة وجعلت الحرب تبدو بلا نهاية، وهو ما يجعل الحديث عن العملية الأخيرة التي شرفت على تحرير المحافظة بالكامل يبقى معلقا على ما سيحدث بعدها، وموقف السلطة الشرعية والتحالف العربي اللذين أعلنا أكثر من مرة انطلاق عملية تحرير تعز، ولكن ذلك التحرير تأخر منذ بداية الحرب حتى الآن.